بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله بيته الطيبين الطاهرين. كما تعلمون، نحن ندخل في أيام حزينة لاستشهاد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، وفي الحلقات القليلة القادمة سأحكي لكم قصصا صغيرة عن حياة السيدة فاطمة الزهراء وصفات شخصيتها. في حلقة اليوم سنتحدث عن قصة الرمان. هل سمعت عن قصة الرمان؟ دعني أخبرك. في يوم من الأيام دخل الإمام علي بيت فاطمة الزهراء عليها السلام، رحب بها وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. ردت فاطمة الزهراء: وعليك السلام. بالألم، كانت تعاني من ألم في المعدة. سألها الإمام علي: هل تحتاجين شيئا يا بنت رسول الله؟ قالت فاطمة الزهراء: أنا حقا لا أحب أن أسألك. قال الإمام علي: هل أنت متأكد أنك لا تريد شيئا؟ قالت فاطمة الزهراء: إذا أصررت أنا حقا لا أحب أن أطلب منك، لكنها قالت: أنا أشتهي الرمان، هل يمكنك أن تجلب لي واحدة؟ في ذلك الوقت لم يكن موسم نمو الرمان، لذا كان من الصعب جدا العثور على واحد. غادر الإمام علي المنزل وتوجه إلى السوق، كان من الصعب جدا عليه الحصول على واحد. في النهاية حصل على واحد وعاد إلى البيت، لكن عندما كان في طريقه إلى البيت رأى رجلا عجوزا. اقترب الإمام علي منه وسأله: يا رجل مسن، هل أنت بخير؟ قال الرجل العجوز: لم آكل منذ أيام وأنا مريض جدا. نظر إلى الرمان في يد الإمام علي وطلب من الإمام علي: هل يمكنني الحصول على قليل من الرمان؟ كان الإمام علي يفكر في ذهنه: إذا قسم الرمان إلى نصفين يمكنه أن يعطي النصف لرجل الفقير والنصف الآخر لزوجته. لذا قسم الإمام علي الرمان إلى نصفين، بدأ يطعم الرجل العجوز بيديه. انظر إلى الكرم واللطف من الإمام علي. عندما انتهى الرجل العجوز من النصف الأول سأله الإمام علي: هل ما زلت جائع؟ قال الرجل العجوز: نعم ما زلت جائع. ثم نظر إلى الرمان في يد الإمام علي، قال: هل يمكنني الحصول على النصف الآخر؟ قال الإمام علي لنفسه: الرجل العجوز أكثر أهمية، لأنه إذا لم يعطه الرمان ويعود إلى منزله فسيكون جائعا جدا، لأنه ليس لديه أحد يأتي لزيارته أو أحد يأتي ويقدم له الطعام. لكن إذا أعطاه الرمان وذهب إلى المنزل، لا زالت فاطمة الزهراء لديها فرصة للحصول على رمانة أخرى، لأن الإمام علي يمكنه الذهاب بنفسه والحصول على واحدة أخرى. لذا قرر الإمام علي أن يعطي النصف الآخر من الرمان للرجل العجوز. يا رجل، بعد أن انتهى من إطعامه سأله الإمام علي: هل أنت متخم؟ الرجل العجوز يقول: شكرا أنا مشبع جدا، شكرا لك على مساعدتك. الإمام علي عاد إلى البيت. عندما وصل رأى أن فاطمة الزهراء كانت تحمل صينية مليئة بتسعة رمانات. سأل الإمام علي فاطمة الزهراء عليها السلام: من أين حصلت على هذه التسعة رمانات؟ قالت: طرق سلمان الفارسي الباب وأعطاني هذه التسعة رمانات. كان الإمام علي يعلم أن هذا كان هدية من الله لها، لكن الإمام علي أراد أن يسأل سلمان الفارسي شيئا. أخبره بهذه الآية في القرآن تقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. لماذا أعطى الله وعودا فقط تسعة؟ بضع مرات فعل الخير بالعشرة. لكن سلمان الفارسي كان في الحقيقة يرى إذا كان الإمام علي سيلاحظ ذلك. سلمان الفارسي أخرج الرمانة الأخيرة من كمه وأعطاه له وقال له: هذه هي الرمانة العشرة. بعد ما حدث بين سلمان الفارسي والإمام علي، ذهب الإمام علي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخبره عما حدث بينه وبين سلمان الفارسي وفاطمة الزهراء. ثم أخبر رسول الله الإمام علي بشيء، أخبره أن الرمان كان في الواقع هدية من الله له ولفاطمة الزهراء عليها السلام. أخبره أيضا أن سلمان الفارسي لم يكن في الواقع سلمان الفارسي، بل كان أخي جبريل. لذا كان الإمام علي متفاجئا، كل ذلك حدث بسبب رمانة واحدة. أخيرا وليس آخرا، أود أن أذكر حديثا قاله النبي، قال: إذا بدأت يومك في يوم الجمعة برمانة واحدة سيضيء الله قلبك للأربعين ليلة القادمة. يجب أن تتذكر دائما أن كل حسنة تقوم بها تضاعف دائما بعشرة. سنراك في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.